أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود جريح من حق المقهور يصيح شباب. عليهم رسل. شو وشكن ولا ضو القمر؟ لا يا سيدي وشنا. شو جايبيننا اليوم؟ بضاعة رفع. فرد لي اياها على الطاولة لشوف. هو شوف لي حاكم بتقولي رفع بدي يطلع تنك البضاعة. لا. اخي هاي بضاعة تقيلة. وسعرها معروف بالسوق. هلا المشكلة بسعرها ولا بتصريفها؟ عم فت عملة ليوم العملة، هي مصلحتنا، بيعيش فقير بيموت غني. هلا بلاها الاسطوانة. هي شغلتك. لكن ليه عم تعطينا حق تراب المصاري؟ تراب المصاري؟ ولا انت صايب طماع يا عبدو بيه؟ صحيح، على غير العادة شايف رفيقكم مناع مو معكم هالمرة. ايه مزبوط، رفينا مناع ترك الشغل وراح على الضيعة، على ضيعتهم يعني. مسيك مسيك، هي قائمة بكل شيء موجود على الطاولة، مشان تتأكد منها ومشان الحساب يكون مزبوط. بدون ما أتأكد، للسبب وكلت عليكم شيء؟ ايه لا ابو راشد، اكلت كتير مشان هيك صرنا عم نسجل كل شيء عم نعطيك اياه. خلص عزيز، انا بتصل فيكم بكره وبقلكم قد ايه السعر. تتصل فينا؟ ليش انت بتعرف رقم تليفوننا؟ لا تواخذنا، نسيت انه ما بعرفه، بكره بتتصلوا فيني مثل هالوقت. ايوه لا سيدي، مثل هالوقت كتير، اليوم المساء بنطلع عندك. ماشي، ما عرفتوني منو هالشاب الطحيني؟ هذا رفينا مراد بدل مناع. يعني مشان ضل ثلاثة. تريسي كبة ولا ديناري؟ دينار. الساعة 6 بطلع عندك. ان شاء الله. قولوا الله.
الله معكم شباب. سلام ابو راشد. اهلي ينكر كرار من بتجيبوه ماني فهمان. حضرتك ابو راشد صاحب المحل؟ ايه نعم. تعرفوا له هالعنتين؟ ايه اجى لعندي امبارح وباعني كم غرض. وما سالته منين جايب هالكم غرض؟ سالته، خفت يكون سارقهم، حلف لي يمين معظم انه جايبهم من بيته. وانت صدقته؟ ان شاء الله سارقه. وانت شو رايك؟ وانا شو بيعرفني سيدي؟ انا شغلتي اشتري شغلات مستعمله وجددها وبيعها بالمحل، ان شاء الله مفكرني عم بربح بالشغلات اللي عم بشتريها، شغلتنا مساتره سيدي، الله وكيلك مساتره. وهالاغراض اللي باعك اياها هون، قديش دفعت له حقهم؟ بتذكر 1400، مو هيك؟ لا لا، 1200. 1200. ويا ترى بقديش رح تبيعه؟ ان شاء الله ب 100,000 طالما قبل ياخذ حقه. ما تصرفت بالاغراض؟ لا، لساتهم على حطة ايدك. ها تفضل، عطوني 1200 وخدوهم حلال زلال لكم. شبك سامر؟ من اول ما طلعنا من عند ابو راشد وانت في تمك حكي، لا ما حكيت. شوفي شو بدك يعني احكي بالسياره وسمع الشوفير؟ خير؟ هلا ابو راشد ما بيعرف اسميكم؟ لك شو مجنون انت؟ بركي كما شو؟ بيسحبنا مثل الشعر من العجين وبيسلمنا واحد ورا الثاني. ولا عاطينه رقم التليفون؟ ولا بيعرف عنا شيء الا اشكالنا، واشكالنا مثلنا مثل باقي الشباب. هي فكره المرحوم عماد الله يرحمه. لا يا سيدي فكرتي. بس كانه هلا ابو راشد طماع وبلهموطي. طبعا طماع وبلهموطي. بس مو علينا نحن. يا سيدي نحن متعودين نعصر عصر. ليش ما بتلاقي واحد غيره تصرفوا البضاعه عنده؟ يا اخي نحن هذا اللي نعرفه. بتعرف لك واحد تاني بيدفع اكثر؟ نحن حاضرين. معلش سمرة خليه يقرصنا شوي، لأنه بهي البلد كلها ما حدا بيتجرأ يشتري البضاعة اللي نحن عم نسرقها. أخي مهم أني ما ارتحت له. أخي مو المهم أنك أنت ترتاح له، المهم أنه عم يمشي لنا شغلنا. ليش هيك دايات؟ أخي لأنه صرنا عم نتعامل معه مدة طويلة وماشي حاله وحالنا، هلا صار بدك تغيره؟ أنا ما بدي غيره، أنا ما ارتحت له، واللي ما برتاح له بخاف منه. يعني شو نعمل؟ منضل على ما نحن عليه، مع أنه مو غلط ندور على واحد غيره. لا سيدي، أكيد أبو راشد كان بيعرف إنه الأغراض اللي اشتراهن من الولد مسروقين ومو جايبهم من بيته. بس الحرامي قال هي أول مرة بيتعاطى فيها مع أبو راشد، وإنه صدفة فات لعنده على المحل وعرض عليه يشتري الأغراض. وأنا مصدق هالشي سيدي، بس شو بيمنع إنه أبو راشد يكون عم يتعامل مع حرامية تانين وبيشتري منهم تحت ستار إنه هو بيشتغل بالمستعمل بيجدده وبيبيعه؟ يعني برأيك أبو راشد موضوع شبهة بالنسبة للسرقات اللي صارت بالفترة الأخيرة؟ بجوز ما أكد هالشي، بس ما بنفي سيدي. أنا طبعاً ما عم بقول إنه أبو راشد هو واحد من أفراد العصابة اللي بتسرق، بس احتمال يكون عم يشتري منهم الشغلات اللي عم يسرقوها، وهذا بحد ذاته جريمة. طبعاً جريمة. يعني برأيك نطالع أمر تفتيش محله والمستودع اللي بيحط فيه بضاعته على أمل نلاقي شي مسروق ومعرف عنه؟ أنا برأيي خلينا نتحرى عنه أول، خلينا نراقبه نشوف مين عم بيفوت على المحل، مين عم بيطلع، وياريت سيدي نستعين بمصور. وفورا. مرحبا. أهلين بسام. نوار هون؟ ايه قاعد على الدراسة وأبو. كيفه نوار؟ تعبان وكل ماله لورا. في تطورات جديدة؟ ما بدي أعرف أنا حالته بالأول. شو حالته يا ابني؟ شو مرضه؟ أبوه عم بيقول لي إنه معه التهاب بالكبد، وهو نفسه عم بيأكد لي الشيء، بس أنا حاسة إنه الشغلة أكبر من هيك بكتير. برضاي عليك يا ابني تريح لي قلبي. ابني نوار شو معه؟ صدقيني يا خالي، أنا
أنا فعلا ما بعرف أكثر من اللي بتعرفيه. طيب اللي كبده تعبان بخس وزنه لهالدرجة وبيروح بيحلل دمه ببيروت؟ طبعا، لأنه الأجهزة هنيك متطورة أكثر من هون. شو يا ابني؟ والله عقلي ما عم بيهدى وقلبي عم بيخبط بصدري خبط. يا خالي الله يخليكي، طمني قلبك وريحي بالك، نوار بإذن الله ما عنده شيء، مرضه عادي وبكرة إن شاء الله بيطيب. مو باين. طيب خالي طمنك أكتر، أنا كان معي الكبد مثل نوار تماما، بس الحمد لله تحسنت وصار وضعي أحسن هلأ، وإن شاء الله يا رب نوار بيصير مثلي. بس هو رح بياخد علاجه وقت لأنه تأخر بفحص حاله. بس أنت ما عم تنحف وما عم بيطلع فطر بتمك وهمتك خزيت العين، روح شوفه، روح شوف حالته، بتبكي اللي عمره ما بكي. ليه بسام؟ الحمد لله على السلامة. ولا يهمك، هلا بيروحوا بعد ساعة. معك تكون جايب أخبار مو منيحة. ما عاد في أخبار منيحة يا نوار، ما عاد في. حللت؟ بس يا أبي بس، هذا امتحان رب العالمين. نحفان كتير نوار، بس أنت لا. طيب شو قال الدكتور؟ هذا الفطر عادي بيجي وبيروح، حالة نوار مستقرة والدكتور عم يعمل له زيارة كل يومين. إمتى حللت؟ من يومين حللت مرتين لأتأكد. لازم. من وصلتي على الشام ومن قبل ما أشوف حدا رحت على المركز وحللت، طلعت نفس النتيجة. سليم. ايه سليم، لهيك عم ببكي. لحظه يا نوار، رحت لانه لو في عدل بهالدنيا كان لازم اكون معك بمحلتك هي، كان لازم اكون شريكك، لانه نحن طول عمرنا شركه. الحمد لله يا بسام، الحمد لله. بس كان لازم أكون معك. أنت معي بقلبك، مش شرط تكون مريض مثلي لحتى تكون معي. بس أنا ما رح فارقك ولا لحظة يا نوار، أنا من هاللحظة ليل نهار معك. لا بسام، شو شايفني من نهار؟ أنا خلاص صالحت مع نفسي وسلمت أمري لله. مريت لعند أهلك؟ لسا. معناته روح لعندهم وطمنهم عليك، واليوم مساء نسهر مع بعض، إلك عندي أخبار بتطير لعندي. صعب إليك رجعيهم، بس هي أول وآخر مرة. بس أنا لساتني أمك. طالما طلعت من بطنك فأنا ابنك، بس المشكلة مو فيكي، فيني. ولا بحق التسعة أشهر اللي حملتك فيهم بتسامحني؟ والله لو حملتيني 9 سنين.
هدير هون أكلات بيوم زبالة. يلا خلص كل يوم أنت لحالك. أهلين بابا. أنت ومرتك؟ إيه أهلين وسهلين. أهلين فيك وفيا. مع السلامة. بدك تسهر عنا أنت وياها؟ إيه شو علي؟ مو معقول هالولد بنوم. مو معقول. بدك تطولي بالك عليه شوي. والله لو شعلت له العشرة خلاص الولد كرهني، وأنا كمان لازم أنسى إنه هو ابني. ما بتقدري لأنك أم. أنا أم لينا مو أم سامر. هلأ في مجال إنك تهدي وتعرفي تاكلي؟ أنا رح أسكب لك. ما بدي، ما بدي أشرب زفت. يو مو أنت قلت عملوا لي قهوة؟ أنا قلت له لشامل مو إليك. إيه شامل غرقان بالمطبخ. يترك المطبخ ويساوي لي قهوة. هلأ ما عادت تنشرب القهوة من إيدي يا أبو نزار. إيه لا تدلعني، ما بيلبق لك. شو هاد؟ جايبة فنجان واحد كمان؟ هلأ بطلتي تشربي قهوة معي؟ تكرم عينك. هلأ بجيب فنجان قهوة إلي ونشربه مع بعض. استني شوي. تفضلي. هاي القطرميز اللي وعدتك فيه. انت هيك عم تخجلني يا ابو نزار. تعرفي يا زهرة، صراحة انا كنت يعني مغشوش فيكي، يعني كنت مفكر بعد هالزمن هذا اللي قضيتيه عندي بالبيت يعني انك بتعزيني. معقول انت؟ طيب اعطيني واحد او وحدة بيعزوك اكتر مني، بتحداك. ايه لا ستي مو صحيح، يعني بتعرفي ان الناس بديت تحكي علينا. وشو بدهم يحكوا علينا؟ اثنين عزابية قاعدين ببيت واحد، بدك ما يحكوا علينا؟ ونحن بهالعمر معقولة؟ ليش انتي مالك سمعاني بجهلة الخمسين والستين؟ شوف ابو نزار، انا لسه ما صرت بالخمسين. ايوه مزبوط، انتي لساتك 18. شو زهرة فكرتي؟ انا قلت لك من هداك اليوم لا تحرجني ابو نزار. نو واي. ايه والله عملي وكتري يا زهرة، عملي وكتري. زهرة شو الزهرة؟ كلك شوك. لا وصغيرة عم تحكي لي بالانجليزي كمان. نو واي. اهلين حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. اهلين بس. اهلين، اشتقت لكم كثير. مرحبا بابا. شو جبت لي معك؟ سيدي افتح الشنطة. قبل ما تفتح الشنطة شرف معي مشوار صغير على المغفر. مغفر؟ بسيطة ماما، طالبينك للشهادة. قصدك الثلاثة اللي اجوا سالوا عني، شفتهم مش الحال. وشو هاي الحادثة اللي بدهم اياك تروح تشهد عليها؟ حادثة ما لي علاقة فيها بابا، لا يروح فكرك لبعيد، سوى اني شفت اثنين عم يتخانوا، وقتها اجى شرطي وسألني كم سؤال كيف بلشت الخناق. حملت حالي ومشيت. حدا منهم مات؟ لا ما مات. بس مسكين تشوه. أنا فايت غير ثيابي. كأنه حالته أحسن ما هيك؟ أحسن. أحسن ولا أسوأ؟ ما هو اللي خرب وقعد على تلتها. لك ما عم تنبلع معي. ما عم تنبلع معي لك زهدي. لك أنا اللي بحياته ما حدا ضربني كف إلا ورجعت رديت له يا طقطقين. لك أبي. أبي لأنه ما رجعت رديت له الكف اللي ضربني إياه، تركت البيت ومشيت. هلا على آخر الزمن يجي واحد أنا ما بشتري بفرنك. لكوي خلاص يا اخي، خلاص شغله وصارت. ليش انا ما قال لي مثل هيك؟ انت غير انا، انت لكتها وبلعتها. انا ما عم تنبلع معي، لساتها هون خانقتني. ما حتنبلع الا لحتى رد له الطقمي. بسيطه يا عم، الولد عصب وبعدين اعتذر منك، ونحن ما صدقنا امتى تصالحت ولفت الموضوع. انت لفيتها لانك بلا كرامه، لانك كنت خايف من المسدس اللي معه. لك زهدي انا يضربني، انا يضربني كفوف، انا شيل احني ثيابي ويرميني من عالدرج. لك يا ريت قوصني، لك يا ريت قوصني كان اهون. يعني ناوي له اياها؟ قسما بالله
إذا حكيت له أو حتى حذرته مني بطالع كرشك قدامك يا زيدي. فهمت؟ صارت الساعة 5:30، خلينا نمشي. يعني ضرورية كانت الإبرة؟ ما شفت السكر 320 طالع معك. ايه انا لما بعصي بيرتفع معي سكر قد ما كان، بس انت عم تنسى الحمية يا عمو. بالشفا عمو. اعطيك العافية، خذ هي معك. عم تقري لي مجلات فنية؟ استحوا المراهقين. عم بقرا موضوع عن مرض السكر. شوف. معقولة يا رأفت هيك آخرتك؟ لا عمى، تترجى خدامي مشان تتجوزك وما تقبل كمان؟ يا عمرينا بلاقي أحلى منا وأصغر منا وولادي كمان، مو مثل هي خالصة مدتها. هي والله مو خالصة مدتها، بالعكس ما ماشي. لا عمى كيف بدي أقنعها بدون ما تزلني؟ أحسن شي خلي شامل يتوسط معه. لا لا بس مو حلوة يعني، ولا تحطه واسطة. طيب أو شامل؟ لا لا كمان مو حلوة. ها يوسف، يوسف ابنه هو ايه؟ شو فيها؟ بقول له يعني مثل ما خدمتك بالدكان خدمني بأمك. يعني قصدي جوزني أمك، أكيد بده يطير عقله من الفرح يعني وبيقنعها. إيه وإذا كان زرق يعني ما رضي يا ساعة تقول له هات الدكان ولا لا؟ لا شو هات الدكان ولا؟ خلاص بقول له من غير ما هدده وهو وشهامته. كل الحق عليك يا شامل، إيش اللي طالع براسك شغلة الخلطة؟ لا هذا حتى نتعرف على بعض ونعرف بعض أكثر، يا ما نصير فعلا عيلة واحدة يا ما نضل مثل ما نحن. يا سامر انت صفي نيتك وبتلاقيني بمثابة الوالد، وهذا اللي عم دور عليه، لأنه أبي اللي هو أبي يا عمو رامز ما طلع أبي. بس بضل أبوك. صح، وأنا واجبي أني احترمه وحبه. هذا واجبك تجاه أبوك. أنا يمكن عصب وتضايق منك، بس إذا وقعت ما بقول غير يا أمي. إن شاء الله ما بتوقع. لك أدهام برأيك ما غدرنا بالسعر؟ أخي إذا ما غدرنا ما بتوفي معه، لأنه بصراحة يعني إذا انكمشت البضاعة قبل ما يصرفها أبي خرب بيته. لك إيه بس سامر أكيد ما رح يوافق على هالسعر. ما حيوافق ولا حيقول إنه سرقناه؟ لا 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 سامر ما بيفكر بهالطريقة، وبعدين هو ما بشك فينا، وإلا كان راح واستلم المصاري بإيده. هلا أدهم يعني إذا ترجيتك إنك تمسح كل شي صار بدقني وتنساه تقدر؟ أنت خايف أقتله؟ لا لا أكيد أنت أطيب من هيك وما بتعملها، بس يعني خايف تأذيه. هلا بدي أسألك سؤال، سامر معنا مكسب ولا مو مكسب؟ طبعا مكسب. يعني إذا أذيته مثل ما عم يدور براسي معناته طار المكسب من إيدينا؟ أكيد، هذا يعني إذا ما تطورت المسألة ودخلت الشرطة وانكشفنا. ها وأنا هذا اللي خايف منه. يعني مضطر جرب سامحه، مو مشانه مشان ما ننكشف.
ولك يساعدك شو ابن حلال، هيك بتعمل زينة العقل. اخ شو غبي يا زهدي، لك بس لو بتعرف مين ادم كنت عرفت اني بموت ما بمر اليها. هلا نحن الليلة لبينا الدعوة تبعكم، بس بكرة سهرة عنا ها؟ مو عنا بالبيت، بدنا نطلع نسهر برا. في محل كتير ظريف عم يقدم برنامج حلو، عم يطلعوا دعايته بالتلفزيون، وفي مطرب عم يغني. احذري مين هو لينا؟ مين؟ حمادة. لا ياي هذا المطرب كتير بحبه. بالإذن. يعني ما قلت لنا انه في عندكم ضيوف؟ هدول مو ضيوف بابا، هدول من اهل البيت، يعني مثلكم تمام. خلينا نمشي عصام. استنوا، نحن اللي رح نمشي. يلا رامز. بس هي ما رح انسى لك اياها ابدا يا سامي. قلت شو؟ شو؟ طول بالك بابا، معقول تحطنا بهيك موقف؟ أنا موقف؟ أنا موقف؟ بابا أنا موقف؟ أنت أبي، هديك أمي، أنت تزوجت، وهي تزوجت، بتضلوا أبي أمي يعني. عصام، ابنك مريض، مريض مو طبيعي. يعني أنت طول بابا. معلش إذا أنا كنت مريض أنا أبلعك. لك أنا بكرة رح أخذك على طبيب نفسي، وغصب عنك، بكرة! مشي لشوف. بس والله فصلك مو حلو سامر. بيستاهلوا، لكن بيستاهلوا أكثر من هيك. بس بتعرفي خططي ما نجحت، كان بدي اياهم، كان بدي اياهم يتقاتلوا ويبهدلوا بعض. بس معلش رجاء طولي بالك مشان صحتك. قلت لحالي بيكون الله هدا وحط الرحمة بقلبه، تعالي نفوتنا على فخ، تعالي عامل كل هالدعوة مشان يحرجني أنا وأبوه. معقول؟ معقول في حقد بياكل قلب البني آدم لهالدرجة؟ مو راضي يستسلم، مو راضي ينسى. ولك ليش؟ شو نحن كفرنا أنا ولا أبوه؟ اتجوزنا على سنة الله ورسوله. هذا الولد يا رامز أناني، لك مو بس أناني، هاد بلش يخوفني. ابني بلش يخوفني، ابني اللي طلع من بطني بلش يخوفني. بابا أنا رايح، بدك شيء؟ عند نوار؟ إيه، لازم ضل معه بهي الفترة. يعني ما سألتني شو صار بيني وبين عمك أبو يزان؟ شان نوال؟ حكيت له أنت؟ ما أنت هيك بدك؟ ونوال زعلت ما؟ عمك يلي زعل وأخذ على خاطره، نوال ما مطشيت. يعني ما زعلت لأني بطلت عنها؟ وقت اللي سمعت فرضت إنه الضحك، بس سألتها لأختك سؤال صغير، قالت له شو اللي خلاه يغير رأيه؟ صباح الخير. لا الخير. عصام ابنك مريض. بس هي ما رح انسى لك اياها ابدا يا سامي. لك انا بكره رح اخذك على طبيب نفسي، وغصب عنك بكره. انا بدي طبيب نفسي. بس والله فصلك مو حلو سامي. بيستاهلوا، لك بيستاهلوا اكثر من هيك. يا رب أنا حاسة إني عم بموت، كلنا عم يكذبوا علي، شو أعمل لطفي النار اللي بقلبي؟ شو أعمل؟ شو أعمل؟ ما رح خليكم تنتصروا علي، لا أنت ولا بابا، لأني أنا الصح وأنتوا الغلط، والغلطان هو اللي رح يدفع الثمن. ماما بالأول، بعدين بيجي دورك يا بابا. مين غلط؟ مين غلط أنا ولا هلبي؟ مين؟ ولك؟
ماما اللي لازم ترجع لهذا البيت، ترجع لنا، وطالما ما رجعت برضاها فلازم ترجع غصبا علينا، وما بترجع لبيتها هاد إلا إذا انخرب بيتها هاداك. يا ميت اهلا وسهلا، زارتنا البركه والله. كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله نعمه كريم، ما عم نهدى. بتعرف هلا كنت بدي اتصل بامي وخليها تحكي معك مشان تجي. استريح عم استريح. ابو سمراء هات لك كرسي. يا ميت اهلين. اما شو لقيت لك عروس يا عمي ابو نزار؟ عز دين الطلب، رح تمحي كل سيئاتي معك. بتحب اوصف لك اياها هلا ولا اترك لك اياها مفاجاه؟ لا هي ولا هي. نو واي. ما فهمت. يعني العروس خليها ببيتها لأنه أنا لأي طلبي. ألف مبروك إن شاء الله، ولو أني كنت حابك تتزوج عن طريقي. إيه طبعاً بدي أتزوج عن طريقك، لكن ليش جاي لعندك؟ كيف عن طريقي وأنت لقيت طلبك؟ هو أنا لقيت طلبي بس هي مو قبلاني، مشان هيك بدي إياك تحكي معها. ليش أنا بعرفها للعروس؟ إيه طبعاً، لكن معلوم تعرفها منيح، ما هي ساكنة بحارتكم. مين؟ شو اسمها؟ شوف يوسف، أنا بدي أسألك جاوبني بصراحة. هلا أنت فعلا بتحبني؟ ولو عمي أبو نزار. ويعني بتريد سعادتي؟ طبعا بتمناها لألك أكثر ما بتمناها لحالي. طيب بصراحة يعني هلا أنت أمك ما بتحب أنه تكون سعيدة؟ طبعا. إيه لكان جوزني إياها منصير نحن اثنين سعداء. لك شبك فتحت تمك مثل الأجداد. لك شو فيها إذا كان حبيت أمك وعم بطلب أنه أتزوجها؟ لا معلش عمي ابن زار، معلش عدم المؤاخذة، هذا الحكي لو طلع من واحد غيرك كان طارت فيه رقاب. لك شو رقاب وما رقاب؟ لك شو أهبل أنت؟ شو أنا عم قلك بدي أخطف أمك؟ عم قلك بدي أتزوجها لأمي. إيه أمك؟ لكان أبوك؟ هلا عمي ابن زار يعني الشغلة ما فيها مزح؟ مزح يا فتاح يا عليم. لك أنت شبك أنت؟ الدكان روحت لك عقلك؟ شو صاير لك؟ هلا أنت بدك تتزوج أمي؟ لك إيه شو فيها يعني؟ على سنة الله ورسوله. وهي بهالعمر؟ بهالعمر؟ لك شبك أنت شايف أمك كبيرة؟ أمك مو كبيرة يعني، هي شوي كبيرة بس مو كتير كبيرة. تعرف مين الكبير؟ أنت المأهرم، فرج على حالك بالمراية. ولك شبك عم تضحك ولا؟ عم بتخيل منظرها فستان العرس. شبه منظرها يعني احسن من منظرك، تضرب بهالشكل وهالدقن الطويله. ما بتزبط عمي ابن زار، ما بتزبط، ما بتدخل لنافوخي. لك يوسف هلا قل لي بصراحه، انت ضد انه امك تتزوج؟ مو مساله ضد، بس امي وهي صبيه ما عملتها لحتى تعملها هلا. لك ايه شو عم تعمل؟ هي شيء غلط، ولك هذا الزواج، ولك هذا نص الدين. خلاص يلا احكي معها. شو؟ يعني ما فيك تأجلي هالحديث لنرجع على البيت؟ شلون بدي أجله للبيت وانت رايح لعنده مباشرة؟ لأني ما ممكن لاقيه بالبيت إلا بهذا الوقت. عصام انت شو متأمل منه بعد كل اللي عمله فينا؟ لك سامر بحاجة لطبيب نفسي وأنا متأكد من هالشي. سامر بيعطي دروس للدكاترة، ما فيه البلا، طباعه هيك وأخلاقه هيك، الدكتور بده يغير له إياها؟ لا أعرضه على الدكتور بيبين معنا. عصام أنا عم بنصحك ما تقرب عليه، طالما حقده وصل لهالمرحلة ممكن يأذينا. أنا ماني خايف إنه يأذينا، أنا خايف إنه يأذي حاله، مشان هيك لازم ضل معه وأحميه. يعني الاستقرار اللي وعدتني فيه طار؟ والله كأنه متزوجين وولادك ومرتك عايشين معنا. ولك هذا ابني، وإذا حط السكينة برقبتي رح ضل جنبه لأنه ابني. وأنا شو؟ أميرة أوعك تحاول تكوني عقبة بيني وبين ولادي، لأني بهيك حالي رح أختاره إلهم، فهمتي؟ لا منيح الأسعار، افتكرتها أقل من هيك بكتير. حتى تعرف إنه أبو راشد أحسن من غيره. ليش أنتوا جربتوا غيره؟ أخي هلأ المهم، امبارح شفت لكم محل لقمته كبيرة. قبل المحل في بيت لازم نضربه، أنت وزهدي لحالكم رح تضربوا. إيه وأنت؟ أنا رح كون بحمص عند رفيق لألي مشان كون بعيد عن الشبهات. ليش بيت مين حنضربه؟
بيت رامز زوج امي. رامز معه مصاري منيح، امي اخذت مصرياتها وذهباتها وحطتهم عنده، بيطلعوا لهم تقريبا شي مليونين ليره طبعا ما عدا مصاري رامز، بتقشرون كلياتهم بتطلعوا فيها. بدك انا نفوت على البيت وهن فيه؟ لك شو جنيت انت؟ لا تستعجل، امي ما حتكون بالبيت، رح تكون نايمه عند اختي باعتبار انا بحمص، يعني ما حيكون في بالبيت الا رامز. اخي المهم انه في حدا، نحن بعمرنا ما ضربنا بيته في حدا الا مره يعني وما كنا عارفانين. رامز بيكون بسابع نوم الساعه 3 الصبح، انا بجيب لكم مفتاح البيت مشان لا تخلعوا ولا تكسروا ولا تطلعوا اي صوت. بتدخلوا على البيت حاطين على وجوهكم، بتفوتوا دغري على غرفه النوم، بتربطوه من ايديه ورجليه وبتسكروا له تمه وبتقشوا البيت، واذا فيكم تحطوا رامز بالمطبخ وترجعوا تحرقوا البيت قبل ما تطلعوا بيكون احسن. تفضل. احترام سيدي. قالين ملازم احمد. تفضل. سيدي، معظم اصحاب المحلات اللي بالشارع اكدوا انه ابو راشد اللي بيشتري كل شيء، وما بتفرق معه اذا كانت الاغراض اللي عم بيشتريها مسروقه او لا. احتمال يكونوا غيرانين منه لانه شغل محله ماشي اكثر من شغل محلاته. فعلا سيدي، في بعضهم بتحس انه غيرانين منه او ما بيحبوه، بس كمان سيدي بتحس انه ابو راشد مو نظيف. يعني برايك ممكن يكون متفق مع كم حرامي يسرق وهو يشتري منه؟ وانا بصراحه سيدي ما بثبت هالشيء. واذا القيت نظره سيدي على الصور اللي اخذناها لحد هلا للزباين اللي عم يفوتوا بيطلعوا لعنده، رح يكون في عندك سيدي تصور جديد. ليش هدول الصور مفروزين لحالهم؟ هدول سيدي اللي بتتكرر زيارتهم لعنده، بيفوتوا حاملين بيطلعوا فاضيين. معناتها لازم نعمل كبسة على المحل أول ما بيفوت واحد من هدول الشباب. إذا سمحت بدي أشوف مدير المركز، ممكن أقابله؟ تفضلي معي على الطابق الثاني. إيه حبيبتي، شكرا. من شهر نحن ما مر علينا غير حالة واحدة وهذا مؤشر كويس كتير. تفضل. في ست جاي تشوفك دكتور. خليها تفوت. تفضلي. انت مدير المركز؟ اهلين خالة النوار. انت اللي عم تعالج ابني؟ ارتاحي ارتاحي. عم تعالجه من الايدز؟ ابني ابني معه ايدز؟ يعني لازم كل واحد يدرى لحاله. الاب قدر يستوعب، بس هالمسكينة كيف رح تقدر؟ جاوبني. واضح انه ما فيني انكر. دكتور لا تخاف، قولوا انا بفهم. انا بحياة عمري ما انحطيت بهالمواقف هي، بس يبدو لانه القدر وراها ما فيني اعمل شيء. بس هيك ما جاوبتني دكتور. خالي انت شو شعورك؟ انا من زمان حاسة انه ابني عم ينتهي، بس ما خطر ببالي إنه يكون الإيدز هو السبب. للأسف ابنك أخذ المرض عن طريق الخطأ وما قدرتوا تعملوا له شيء، ما هيك؟ دكتور مزبوط إنه هذا المرض ما له دواء، بيضل يأكل جسم صاحبه ليقتله، مزبوط؟ يعني نوار بيعرف إنه هو مريض وأبوه بيعرف بس ما قال لي. ابني عم بيودع، انا حاسه
انه ما حيكمل الشهر. ما حيكمل الشهر دكتور. لا خالي لا، يعني الله يمد بعمره. قديش باقي له؟ ما حدا بيعرف. الاعمار بيد الله، بجوز 10 بجوز 20 سنه ما بنعرف. وبجوز 20 يوم. لا خالتي منور، لا تخلي ابنك نوار اقوى منك ولا زوجك ابو نوار. انت لازم تكوني اقوى منهم ويتعلموا منك. ليش ليش ليش؟ لاني ام، لاني ام. لانك ام، اذا حسستين انك موجوعه كثير حتزيدي بعذابهم، خاصه نوار، لانك انت اهم شيء بحياته. واذا بتقدري تكتم عنهم انك عرفتي بكون احسن لهم ويمكن لك خالتي. انت كيف شايف نوار وابوه؟ نوار اقوى من ابوه. ابوه عم بيكابر. بترجاكي خالتي لا تخليهم يعرفوا انك قدرتي. حاضر، رح اكبت فعلا، رح اكبت. بس ما بعرف امتى بده ينفجر. خالتي طالما ايمانك بالله كبير وطالما عرفت انه هي مشيئته فهذا الشيء لازم يصبرك. دكتور بدي اسالك سؤال صغير. هلا اذا تطورت حالة نوار بنوجع؟ يعني بيتألم؟ يعني ألم عادي خالتي، وانا وصفت له مسكنات. يعني الألم اللي بيشعر فيه محمول، بتحمله هو بيبتسم. ضيفك في جنان خالتي. لك هذا سامر ليش كل هالقد حاقد على امه؟ ليش ما بده اياها تتهنى بزواجتها؟ يا اخي مو هاين عليه تتزوج بعد ابوه. يا ابوه طلق وراح تزوج وحده ثانيه، هي حقها تتزوج. مو عندها ولدين وبيناتهم طفله لساتها صغيره. يعني انا برايي ما كان لازم تتزوج لحتى تطمن على اولادها. يعني يمكن هذا اللي مضايقه لسامر اكيد. لا يا سيدي، مو هذا اللي مضايقه. انت ثقافتك على قد على فكره. إيه ما شاء الله عليك، شو مثقف. هلا انت سمعان بعقدة اوديب؟ اوديب ملكه؟ ها معناتها سمعان فيها. بالاسم بس يعني شو قصته هذا اوديب صحيح؟ انا رح اقول لك يا سيدي. هذا اوديب كان على زمن اليونان، كان متعلق بامه كثير غير شكل. لك كان يغار عليها من الطير الطاير، لك حتى كان يغار من زوجها اللي هو ابوه. شو هالحكي الفاضي أكام؟ اخي فاضي ولا مليان؟ انا هاي القصه بعرفها وقت كنت ولد صغير ولسات علقانه براسي. فيمكن انه سامر مثل اخوك وديب. حاجه مسخره حاجه. إلا كان في حدا بيطلب العذاب لامه لهالدرجه بس لانها تزوجت؟ مرحبا سامر. يا إنه يا حبيبتي ليش تأخرتي؟ اليوم كان عنا 6 حصص يعني ما بتعرف. الله يعينك. بدك شي من حمص؟ مسافر على حمص؟ عندي رفيقي عازمني أقضي يوم عنده، يوم واحد، وبكرة قبل ما ترجع من المدرسة بكون هون أنا. معناته اليوم حنام عند أمي؟ لا، أمك بتجي بتنام عندك. بصير تترك جوزها ينام لحاله؟ ما بتظني ما؟ فعلاً، لأنه مو معقول أمك تبديكي على زوجها. رح بتقلك مثل هذيك المرة، تعالي حبيبتي انتي نامي عنا. بشوفي لنا إذا بدك تكتشفي قديش أمك بتحبك فعلاً، أصري عليها تجي تنام عندك. بتراهن إنه رح تقبل؟ إيه، براهن إنه ما حتقبل. من شو لشو؟ يا ستي إذا خسرتي أنا ما بدي منك شي، بس إذا ربحتي بوعدك جيب لك من حمص هدية كتير 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 مرتبة. معناته من وصلتك على حمص اشتري لي هدية، لأنه ماما حتنام عندي. إيه بس بشرط، أنا ما بتدخليني بالنص. انت اللي حابه انه امك تنام عندك. طبعا. حبيبتي في شغله ثانيه، انه انا مو حابب اسافر على حمص وامك متضايقه مني، خصوصي انه انا اخر فتره كثير كثير عم بقسى عليها. معناته اسمع جوزها هلا بالمحل، روح لعندها بوس ايدها واعتذر منها. لا 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 مو هيك. انت بتروحي لعندها بتعزميها على فنجان قهوه، بتقولي لها انه انا كثير ندمان وانه بدي اياها تسامحني، مع اني بعرف انه ما حتقبل. ماما كثير طيبه وهلا بتشوف كيف رح اجيبها معي. طيب